كمان جريده الشروق قالت ان حارس لاعبين النادي الاهلي اللي عندهم خبرات زي حسام عاشور واحمد فتحي وشريف اكرامي ووليد سليمان وسعد سمير ومحمد نجيب ان هم يعملوا جلسات مستمره مع باقي اللعيبه طبعا سواء الجدد او الصغار عشان يحفزوهم قبل مواجهه نادي الزمالك المرتقبه. ده جه طبعا من منطلق خوض اللعيبه الكبار اكتر من مواجهه قبل كده قصاد نادي الزمالك، هم خلاص اعتادوا على الاجواء دي، في حين ان في برضو بعض اللعيبه ما شاركوش قبل كده في مباريات زي مباريات القمه بشكل كبير، وبالتالي ما عاشوش الاجواء او الضغوطات اللي بتصاحب مباريات زي دي. حرص اللعيبه الكبار ان هم يعملوا جلسات مع اللعيبه الجداد والشباب عشان يشرحوا لهم طبيعه مباريات القمه وانها تحتاج هدوء اعصاب وتركيز جوه الملعب وعدم التاثر بالاجواء الخارجيه.